أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبنائي طلاب الصف الحادي عشر، نرحب بكم في منصة مدرسة التميز النموذجية. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع التذوق الفني، الأسلوب الخبري والإنشائي. الأسلوب في البلاغة أبناء الطلاب أسلوب خبري أو أسلوب إنشائي. الأسلوب الخبري هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، قول من الممكن أن يحتمل صدقا أو كذبا، فهذا أسلوب خبري. نجح الطلاب، قد يكون هذا الأسلوب صادقا أو كاذبا، فهذا يسمى أسلوب خبري. الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، فهذا أسلوب خبري. الأسلوب الإنشائي هو القول الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، قول لا يحتمل صدق ولا كذب، أو ادرسوا صلوا اصبروا، فهذا أسلوب إنشائي. يا بني كن نشيطا، أسلوب إنشائي. الأسلوب الإنشائي، انتهينا من الأسلوب الخبري. الأسلوب الإنشائي القول الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب، لكنه ينقسم إلى قسمين: طلبي أو غير طلبي. طلبي خمسة أشياء أبنائي: أمر ونهي واستفهام ونداء وتمني. كلمة فيها نون النهي، وكلمة فيها نون أخرى النداء، لمن يريد أن يحفظ النهي ونداء، وكلمتان فيهم تاء استفهام تمني، والأمر أمر ونهي واستفهام ونداء وتمني، هذا هو الأسلوب الإنشائي الطلبي. أما الأسلوب الإنشائي غير الطلبي، صيغ المدح والذم، نعمة بئسة، هذا مدح أو ذم. التعجب، أسلوب التعجب، ما أجمل كذا، ما أروع كذا. القسم والله. الرجاء، أسلوب يكون فيه رجاء. ألفاظ البيع والعقود، بعت اشتريت، هذه مكونات الأسلوب الإنشائي غير الطلبي. ننتقل إلى أركان الجملة الخبرية. يتوهم بعض الطلاب عندما يرى هذا العنوان الخبرية للجملة الإسمية مبتدأ وخبر، لا، ليس المقصود ذلك في البلاغة، ودرس جديد في البلاغة أبنائي، ركزوا معي. أركان الجملة الخبرية ركنان: مسند إليه، تتكون من مسند إليه أو مسند. المسند إليه هو المحكوم عليه، فيسمى مسند إليه، والمسند هو المحكوم به. يبقى إذن أركان الجملة الخبرية في البلاغة وليس في النحو: مسند إليه ومسند. كيف نعرف المسند إليه من المسند؟ ركز معي بني الطالب. مواضع المسند إليه: إما أن يكون فاعلا، إذن الفاعل ونائب الفاعل، نائب الفاعل في الجملة المبنية المجهول، فهم الدرس، درس نائب فاعل، فالدرس هنا إذن مسند إليه. المبتدأ الذي له خبر، أي يوجد مبتدأ ليس له خبر؟ نعم يوجد، زي أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم، هنا يوجد فاعل سد ما سد الخبر. ففي مواضع المسند إليه المبتدأ الذي له خبر. وما أصله المبتدأ؟ كاسم كان وأخواتها. وما أصله المبتدأ؟ كاسم كان وأخواتها. أصبح الطلاب مجتهدين، فالطلاب اسم أصبح، فهذا أصله إيه؟ أصله مبتدأ اللي هو أصبح الطلاب. نعم، فهذه مواضع المسند إليه. مواضع المسند، كيف نتعرف المسند؟ إما أن يكون فعلا تاما، الفعل التام أي ليس ناقصا، مثل كان أخواتها، الفعل التام. والمبتدأ المكتفي بمرفوعه، المبتدأ المكتفي بمرفوعه، وخبر المبتدأ. وما أصله خبر المبتدأ؟ كخبر كان. واسم الفعل مثل هيهات شتان. والمصدر النائب عن فعله مثل صبرا في مجال الموت، صبرا، صبرا هنا مصدر نابت عن الفعل، صبرا يعني اصبروا صبرا،
فإن اسمه يسمى مصدر نائب عن فعل. إذن هذه مواضع المسند. طيب ننتقل للأسئلة لكي تترسخ المعلومة. فأسئلة الأهداف، أول سؤال: ميز بين الأسلوب الخبري والإنشائي في الأمثلة الآتية. ميز، يأتي بمثال: هل هذا أسلوب خبري أم إنشائي؟ شربت الماء عذبا. أحسنت، هذا أسلوب خبري يحتمل الصدق أو الكذب. لا يسخر قوم من قوم، هذا ليس فيه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر، يبدأ أسلوب إنشائي. نهي. ألا ليت، ليت خلاص تمني، يبقى إنشائي. قرأت القصة ليلا، هذا أسلوب إيه؟ خبري. سؤال آخر: وضح نوع الأسلوب الإنشائي، طلبي أم غير طلبي. سيأتي بأسلوب إنشائي يقول لك اذكره طلبي أم غير طلبي. تعرفنا الطلبي له مواضع والغير طلبي له إيه؟ مواضع. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة، هذا أسلوب طلبي أبنائي. لماذا؟ فيه استفهام. أيحب. مثال آخر: نعمة ما تتصف به الأمانة. نعمة، احنا قلنا في الأسلوب الغير إنشائي المدح أو الذم، فنعمة مدح، يبقى غير طلبي. أحسنت. لعمرك إن العلم نور، لعمرك هذا أسلوب قسم بني الطالب، إذن هذا أسلوب غير طلبي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا أسلوب طلبي لأنه نداء. صغ تعبيرا من إنشائك يتضمن أسلوبا إنشائيا، هات من إنشائك أسلوب أمر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن هذا أمر. تمني إن كان يجمعنا حب لعزته فليت أنا بقدر الحب نقتسم، ليته أسلوب تمني. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أوفى لكم كلمي، أسلوب تمني ليت. كذلك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا أسلوب أمر، اجتنبوا أمر. سؤال آخر: عين مسند والمسند إليه في كل، في كل مما يأتي. المؤمن، اقرأ اقرأ المؤمن وانتبه، اقرأ وانتبه، المؤمن كيس فطن، هذا إيه؟ أين المسند إليه؟ المؤمن، إن المسند إليه من وضعه أن يكون مبتدأ المؤمن، والمسند كيس، نعم الخبر. الدين حسن الخلق، إذن المسند إليه هي المبتدأ أو الدين، والمسند المسند إليه الدين، والمسند حسن. يأبى الحر الذل، المسند إليه الحر، والمسند يأبى إنها فعل، والحر هنا فاعل، فإذن مسند إليه. أعد الله الجنة للمؤمنين، الله لفظ جلال انظر فاعل، إذن هي المسند إليه، والفعل أعد مسند. شكرا لكم أبناء الطلاب لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.